نشر ثقافة غذائية أفضل بين طلاب المدارس من خلال مشروع جديد يعتمد على إيجاد حدائق مدرسية، ما عملت على تنفيذه منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة في سوريا. فمع استئناف السنة الدراسية سيستفيد آلاف الطلاب من الفاكهة والخضروات الغنية بالمغذيات التي تنتجها حدائق مدارسهم الجديدة، وذلك ضمن إطار برنامج التثقيف الغذائي الجديد الذي يعلم الطلاب أهمية اتباع نظام غذائي متوازن وصحي. الحدائق المدرسية، وهي أشبه بغرفة صف خارجية، يحصل فيها الأطفال على التعليم، حيث تتجاوز فوائدها الصف وساحة المدرسة لتصل إلى عائلاتهم ومجتمعاتهم. ممثل منظمة الأغذية والزراعة بالإنابة في سوريا دكتور أدم ياو أكد أن التغذية الجيدة هي خط الدفاع الأول للطفل في مواجهة الأمراض الشائعة لضمان حياة نشطة وصحية، إلى أنه غالباً ما تكون المدارس هي المكان الوحيد الذي يتعلم فيه الأطفال مهارات حياتية مهمة. يشار إلى أن هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها تأسيس حدائق مدرسية في سوريا على مستوى المدارس الابتدائية، حيث تم تدريب 300 مدرس في 17 مدرسة في مناطق مختلفة من محافظات ريف دمشق وحلب وحماة وحمص، إضافة إلى اللاذقية وطرطوس، ما سيساهم بتثقيف أكثر من 3400 تلميذ بشأن التغذية. قامت منظمة الأغذية والزراعة باستخدام المدارس كمدخل رئيسي لنشر مفهوم الزراعة المراعية للتغذية، والذي يركز على أهمية التنوع الغذائي. ومع توفير المدخلات اللازمة، فقد قامت كل مدرسة بتطوير حديقة مدرسية مساحتها نحو 500 متر مربع، مجهزة بخزانات مياه ونظام ري بالتنقيط، ومن خلال الطلاب أنتجت حدائق المدارس ما يصل مجموعه إلى 12 طنا من الفاكهة والخضروات.